عليكم الغزالات ديالي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى لكم تكون بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. سلام الغزالات ديالي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفلوق جديد، غادي نحضر معكم بلا شك غتكونوا عرفتوني شنو غنحضر معكم. الرفيسه البنات ولا المرشوش ولا شوفوا كل مدينه وشنو كتسميها. المهم غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله، نوريكم المقادير ديالي والطريقه ديال التحضير. خديت العدس البنات هنايا اللي غسلته مزيان وخليته غلى مزيان تحيد منه داك الماء اللي كيتحيد منه كحل، يعني هاد العدس القهوي كيتحيد منه واحد الماء قهوي بزاف. ودرت البصله، درت قولوا شي كيلو لارو ديال البصله، ودرت الدجاجه ها هي اللي غسلتها مزيان ورقدتها في الملح والخل وعاودت غسلتها. والعطرية عندي تحميرة، عندي البزار، الخرقوم، الملحة، سكينجبير، عندي مرق الدجاج أو ضامة البنة، وعندي هاد راس ديال التومة اللي مغسول غنديروها كصين، وعندي تقريبا كاس إلا ربع ديال العنبة فيه ما بين زيت العود وما بين زيت الرومية. غنبداو بسم الله على بركة الله في التحضير. انا عندي البنات التريد جاهز، التريد ديالي اللي باش غادي ندير فيسه جاهز. غادي نبداو بسم الله، غنديرو الدجاج ديالنا بسم الله. غنديروا ليها البنات الزيت، انا راني كتبت زيت العود كتر من زيت الروميه. وغادي ندير الضامه ديال البنه، كنتمنى يكون واضح ليكم. وغندير البصله البنات، انا غادي ندير كلشي دقه واحده لحقاش دغيا كيطيب الدجاج. وغنديرهم يتشحروا، غندير تقريبا هنايا واحد اربعه البصيلات صغار ولا جوج كبار. غندير الثوم، الدرس ديال الثومه ديالي، البيته ديال الثومه كامل. غنضيف العطريه ديالي البنات، كيبغي هاد الرفيسه البنات كتبغي تجي بنينه، لهذا ديروا العطيه مزيان ما تخافوش منها. وغندير العدس ديالي البنات، غندير كلشي مره واحده. وغادي نضعهم على النار البنات ونقليهم مزيان مزيان مزيان، عاد باش ان شاء الله باذن الله نزيد البصيله ديالي ونزيد الماء اللي راني طيبته من قبل، وغادي نسد عليها. خليكم معايا. ها انتم البنات، بعد ما تقلى لي هذا الشيء مزيان غادي نزيد البصيله الاخرى ديالي الباقه. انا البنات على فكره انا ما درتش الحلبه، اللي بغى يديرها يديرها، انتم لكم الاختيار. انا ما بغيتش نديرها، كناكلها ولكن عاد الزوج ديالي قال لي ما ديريش الحلبه، هذا ما غاداش نديرها. وهي الحلبه كتجي زوينه في الرفيسه، هادو ما بغاهاش. صافي البنات، غادي نروي مزيان، ندير المرقه اللي غادي نحتاجو ليها هذا الرفيسه. صافي وغادي نسد عليها بسم الله. تقريبا البنات درت جوج لترون لاروب ديال الماء، صافي وغادي نسد عليه على يما طاب. غنوريكم التريد ديالي البنات، راني جبتو معايا من المغرب جاهز. هانتوما
هذا البنات تريد ما شاء الله كيحمق البنات غزال. ها هو كيجي غزال البنات ما شاء الله زوين 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 و تيشرب الروا. وهذا المهم ان شاء الله خليكم معايا درفيسه غادي تجي دغيا دغيا غطيب ان شاء الله ونرجع معاكم. حضرتها في هذه البريمه هذه باش غادي نفور التريد ديالي غنفوره هنا في هذه البريمه. يلا خليكم معايا نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي كنظن هو اللي باقي. خليكم معايا. المهم الفتيات المريقه ديالنا طابت ودابا ان شاء الله باذن الله غادي ندخل هاد التيجه ديالنا تحمر. غندهن ليها شويه سمينه وندير لها شويه سمينه البنات صافي وغندخلها البنات تحمر. وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الطبق ديالنا ديال الرفيصه او المرشوش او التريد. شوفوا نتوما شنو كتقولوا ليه على حساب كل واحد ومن طاقته. حنا كنقولوا ليها رفيصه وكنقولوا ليها المرشوش. المهم خليكم معايا حبوباتي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيصه ديالنا. كتجي غزاله ما شاء الله شتوها هي زوينه تبارك الله. شكون اللي كيشكر العروسه؟ المهم كنتمنى تنال اعجابكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وما تنساوش ليا تعليق زوين. يلا بسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيصه ديالنا. كنتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله باذن الله وان شاء الله كنتمنى ديروا ليا لايك واشتراك وتدقوا الجرس باش توصلوا دائما بكل جديد. تخليوا لي شي تعليق زوين وشكرا لكم على تتبع القناه ديالي وشكرا بزاف بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.